السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم متابعين قناة تعلم صناعة وخياطة الأفرشة في هذا الدرس، والذي سوف نتناول فيه إن شاء الله، سوف نشرح فيه نوع من أنواع الرضوات، وكيف يمكننا وضع ما يسمى بلي زانو، وهم عبارة عن ثقاب تكون متفرقة في الفيديو تقريبا بين كل ثقب وثقب 20 سنتيم، وكيف يمكننا وضع قالب ليزانو. دون أن أطيل عليكم، سوف أشرح لكم ذلك بالتفصيل إن شاء الله في الفيديو، لكن أود أن أنوه إلى أن في يمكنكم أيضا الاستفادة من دروس في تعليم الخياطة في قناة تسمى تعليم الخياطة، يقدمها شخص أشهد له بالكفاءة، وهو نوعا ما فيديوهاته ذات جودة عالية، ربما أكثر من فيديوهاتي، وهو له شرح أيضا مفصل بجميع أنواع الخياطة، خصوصا الخياطة الأفرشة. يمكنكم الاستفادة منه، سوف أترك رابطه في التعليق، وأيضا فوق الفيديو يمكنكم النقر عليه والانتقال مباشرة إلى قناتي لتستفيدوا وتعم الفائدة. جزاه الله خيرا ولنا أيضا خير الجزاء، ونبدأ إن شاء الله في شرح هذا الدرس. كما ترون، هذا هو الريدو الخاص بليزانو. كل ما علينا هو وضع قوالب ليزانو في الريدو. أول شيء يجب أن نفعله أن نأخذ المقص ونقوم بتقطيع دائرة صغيرة في المكان الذي سوف يضع فيه القالب. حذاري من تقطيع دائرة كبيرة، لأن ذلك قد يفسد الثوب. يجب أن تكون الدائرة صغيرة، ثم نقوم بدفع القالب كما ترون في الصورة. وحينها يمكننا أن نقوم بإزالة ما بقي من الثوب في جوانب. الأمر جد سهل وجد بسيط كما ترون، لكنه أيضا يحتاج إلى الدقة لكي لا يكون التقطيع خارج الإطار المحدد له. هكذا نقطع الجوانب كما ترون. للتذكير، هذا الريدو، هذه الأماكن اللي تشوفوها الآن هي أماكن اللي غادي تمر منها ما يسمى بالجعبة. الجعبة ديال الريدو كتمر منها وكتعطي شكل جميل جدا، كما كتشوفوا دابا نفس الطريقة اللي درنا في الثقبة الأولى كنديروها في الثقبة الثانية. كما ترون، ثقب صغير وسط الثقب الكبير، هذه هي القاعدة. ثم ندفع القالب بقوة يأخذ مكانه، ثم نعود إلى تقطيع بقايا ذلك الثوب. الأمر جد سهل، فقط يحتاج منك التركيز. هذا الريدوات أيضا لهم شعبية عند المغاربة، ويعطون شكل جميل عند التعليق.
عندما يدخل في الجعبة فإنه يكون هناك ما يسمى بالبليات، شكل أمواج في الريدو تعطي منظر جميل. نفس الطريقة نقوم بها في كل الفيديو، لكن المهم في هذا هو عدم التهور في قطع الثوب من أجل وضع ليزانو، فذلك قد يؤدي إلى إفساد الثوب وإخراج التقطيع عن المكان المرسوم إليها، عن يعني عن المكان المحدد لها وهو الدائرة. كما ترون نفس الطريقة دفعنا بالقالب، والآن نزيل بقايا الثوب. هذه الطريقة أحذر أيضا عندما يكون الثوب ليزانو، فإنه يكون الأمر جد خطير. عفوا الثوب لورغانزا، فإن الثوب لورغانزا يكون نوعا ما سهل التقطيع، ومما قد يؤدي إلى إفساد الثوب. المهم، نتمنى أن يعجبكم هذا الدرس، و نتمنى ألا تبخلوا علينا بالضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.